في الخط الخلفي. سيب الكره كويس قوي هنا الدرع حلو قوي. قلت لحضراتكم احمد نادي الزمالك ياخد مره ثانيه عمر ياسين ويحرز الهدف من الباك الشمال عمر ياسين. التنظيم الدفاعي يعدي هنا بالمهاره مره ثانيه كاستيلو يغير اتجاهاته كاستيلو من الباك اليمين. الدرع اللي عايز يشوط يلعب الكره لاحمد الاحمر يعدي كويس قوي احمد الاحمر. مباراه فرديه ما بينه وما بين عمر سامي يحوش ويتصدى سبايسي. لا 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 وبينتهي اللقاء بفوز نادي الزمالك. فيها اندفاعات كان فيها مهارات كان فيها تصدي.